أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. أهلا. إحدى الرسائل التي وردتنا أيضا من ألمانيا إلى برنامج أسئلة عن الإيمان: تحية طيبة أهديها لكم من أعماق قلبي، وأشكر الله الذي وضعكم في طريقي لتكشفوا لي الحقيقة وتنبهوني في الوقت المناسب. أعزائي، أشكركم كثيرا على رسائلكم الكريمة واهتمامكم، إن جهودكم لم تذهب أدراج الرياح أبدا، لأنكم أنرتم لي طريقي ووجهتموني نحو الطريق الصحيح. شكرا. وأنا واحدة من الآلاف الذين يستخدمكم الله لمجده، فتكونون السبب في خلاص نفوسهم. أمين يا رب. شكرا يا أختي. لا، في هذه الحلقة أعزائي سنتكلم عن الآيات الكونية. ما هي الآيات الكونية؟ لا، تقول أنك قرأت الكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نعم دكتور. لدكتور زغلول نجار، فما رأيك في البراهين الدامغة التي أوردها عن الآيات الكونية؟ هو وإذا ممكن تشرح الآيات الكونية. الدكتور زغلول النجار متبني حركة العلم والإعجاز العلمي القرآن، رغم أن كثيرين غير موافقين على هذا، بيعتبروه لي عنق الآيات القرآنية، وإحنا هنشوف أعناق آيات كثيرة ملوية عشان خاطر تناسب العلم. فمثلا يقول لك إيه: فلا أقسم بمواقع النجوم، دي الآيات اللي جابها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، في الواقعة آية 75-76. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الذاريات 47. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الأنبياء 30. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصلت 1. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أنبياء 104. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إبراهيم 48. ماذا كان تعليقه على هذه الآيات؟ النجار. نعم. النجار بيعلق بقى غريبة، تعليقات غريبة بس شأنها. بيقول قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية. نعم. الحقيقة أنا مش شايف الدقة المتناهية في الآيات دي بصراحة، يعني أنا راجل بفكر حر وبفكر بعقلي. إيه الدقة المتناهية في الموضوع ده؟ أنا مش قادر أفهم. خلاص. في 6 آيات تلخص خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه من جديد، ودقة وإحاطة ومعجزة للغاية. لم يصف بالحتة الخطيرة اللي قالها: لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. دي جملة خطيرة جدا. ليه بقى؟ أولا ده دكتور، والدكتور باحث، والباحث أمين في أبحاثه. فإزاي يقول إن ما توصلش إلى هذه الأمور لحد القرن العشرين؟ ليه ما قراش الكتاب المقدس؟ ليه ما قراش علم الفلك وهو دكتور وأستاذ في علم الفلك؟ فأنت تقول هناك ما ينافي ما يقوله الدكتور. مش ينافي، في هناك قبل ما القرآن يتكلم الكتاب المقدس قبل بآلاف السنين وضح بمنتهى الدقة غير الست آيات اللي بيجمعهم ويقول إنهم بيتكلموا بالدقة. فمثلا لو جينا إلى سفر التكوين والإصحاح الأول ومن آية 1، يقول لك: في البدء خلق الله السماوات والأرض. شوف الكلام المسلسل. وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. شوف الشرح. وروح الله يرف على وجه المياه. بداية الخلبة. وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، ولتكن لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والأصغر اللي هو القمر لحكم الليل، والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. كلام مسلسل، كلام مسلسل.
هذه هي قصة الخلق في الكتاب المقدس، يعني في التوراة والإنجيل، اللي قال عنهما محمد نبيه، نبي النجار: قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فإزاي هو يقول إن الإنسان ما عرفهاش إلا في القرن العشرين؟ غريب الشأن جدا. وعلشان كده أنا بستغرب، لو كان قال الكلام ده جهل تبقى مصيبة، لأن دكتوره ما بيقراش. نعم. ولو تجاهل هذا وهو يعلمه تبقى كارثة، لأنه غير أمين في معرفة وعلمه. في الواقع أنا قرأت قصة الخلق في الكتاب المقدس، وهي تذكر بدقة كيف خلق الله، موضوع مشيق وشجع المشاهدين على قراءته. هل تكلم، سؤال آخر، هل تكلم الكتاب المقدس عن النجوم والكواكب؟ بالتأكيد. بالتأكيد. يعني هنا مجرد آية عن النجوم في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، خلصت. لكن شوف الكتاب المقدس يتكلم عن النجوم في سفر أيوب، وده قبل الإسلام بألفين وستمائة سنة، إصحاح 9 ومن آية 7-9، يقول: الآمر الشمس، أدي واحد الشمس، والذي يختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، صانع النعش، مش النعش بتاع الميت، الذي موجود كوكبة من النجوم، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، كلها مواقع للنجوم. وفي سفر أيوب 38 آية 31 يقول، يقول الله لأيوب النبي ليظهر ضعف أيوب، يقول له إيه: هل تربط أنت عقد الثريا، الثريا دي كلها برضو كواكب، أو تفك ربط الجبار، ده برضو كواكب أو النجوم، أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن اللي هي قوانين السماوات، أو جعلت تسلطها على الأرض؟ يعني بيذكر مواقع 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 ونجوم نجوم نجوم أكتر بكتير من اللي ذكره. كلمات تبدو صعبة، هل يمكن أن توضح من المقصود منها؟ في الكلمات بتاعت الكتاب. نعم. يعني مثلا ما يقول: هل أنت تربط عقد الثريا، عقد يعني المجموعة المنتظمة من النجوم كالعقد، الثريا اسم مجموعة من النجوم، وهذا كلام يتفق تماما مع العلم الحديث الذي قال عن الثريا هي عنقود من النجوم أطلق عليها اسم الشقيقات السبع، الكلام ده في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 579. الجبار هو اسم لأحد الأبراج، اسم أوريون، دعي الجبار، وجه في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 610: الجبار كوكبة يمثلها الأقدمون بصورة محارب. أفيدك. نعم. عايز حاجة تاني؟ هل يا ترى المنازل؟ نعم تفضل. المنازل هي البروج المبنية على الحصون في المعجم الوسيط برضو، وهي الكواكب الاثنى عشر، وفي الموسوعة الميسرة هذه كواكب الاثنى عشر موجودة حول دائرة البروج. نعم. النعش وهي الكوكب الكبير الذي يسميه الرومان الدب الأكبر. وبناته يعني بنات النعش، الموسوعة العربية الميسرة صفحة 782 بتقول: يظهر مع كوكبة الدب الأكبر النعش، أي سبعة نجوم حوالي زي الأريكة كده. مخادع الجنوب في كواكب الجنوب، فبعد أن ذكر كواكب ونجوم الشمال ذكر أيضا بقية كواكب السماء في الجنوب. هذا ما ذكره الكتاب المقدس قبل آلاف السنين، قبل محمد وقبل القرآن. إزاي بس يقول لك ما يظهرش إلا في القرن العشرين؟ وعلم الفلك من قديم الزمن ذكر هذا الكلام. ماذا قال علم الفلك عن النجوم والكواكب؟ علم الفلك القديم؟ نعم. في الموسوعة العربية الميسرة دي صفحة 1311 بيتكلم عن علم الفلك وقدم أيامه، بيعود لآلاف السنين، يقول إن علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية، ووضحت انشغال الحضارات القديمة بهذا العلم، وضحتها قالت: واحد، تكشف آثار بابل والصين والهند للحضارات القديمة معرفة فلكية،
2. وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل خرائط النجومية ورصد النجوم. 3. تسميتها باسمها خاصة برضو في مصر، أرض مصر، فقد عرفوا النظر في النجوم منذ أبعد عهدين بحث الاستقرار، يعني قبل الميلاد بآلاف السنين. المصريون القدماء عرفوا كسوف الشمس وخسوف القمر، وعرفوا بروج القمر والنجوم الزهر والنجوم الخنس اللي هو زحل والمشترى. وتركوا لنا في قبر سيتي الأول من 1290 سنة قبل الميلاد خريطة فلكية في معبد دندرة. نعم. ومصر العربية برضو بتقول عن اليونان، علماء اليونان قبل الميلاد نهضوا بالناحية النظرية، ومن بينهم طاليس وفيثاغورس وارستورخوس إلى آخره، وعرفوا إن الشمس مركز الكون. نعم. فدي الموسوعة العربية الميسرة بتذكر، وبعدين بتوصل الحديث ويقول إن العرب أنفسهم قبل زمن محمد قسموا علم الفلك إلى 3 أقسام: نظري وعملي وتنجيم. وأهم المراجع التي اعتمدوا عليها العرب كتاب السند هند، وهو في الحقيقة 5 مؤلفات هندية قديمة، واعتمدوا أيضا على كتاب بطليموس المصري وهو في الحقيقة الدستور الذي صار على هديه فلكي العرب. ده الموسوعة العربية بتقول كده. تساؤلي لفضيلة الدكتور زغلول النجار، هل كان يعلم فضيلته بهذه المعلومات وهو الباحث المدقق؟ فكيف يقول أنه لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن 20؟ وكما سبق فقلت إن كان عدم معرفته لهذه البك القديمة ناتج عن جهل فهي مصيبة، وإن كان تجاهلا فهي كارثة لأنه بيضلل العالم. المهم إن هو عايز يلعب على السذج من الناس بالإعجاز العلمي والإبهار لإعجاز القرآن. شكرا جناب القمص. لدينا سؤال آخر وصل من أحد المشاهدين يقول فيه: لقد استفدت كثيرا من متابعتي لبرنامج الحياة، ونشكركم على هذه المعلومات التي فتحت عيوننا على معرفة الحقيقة التي كان مفروضا عليها التعتيم الكامل. أنا شخصيا أفكر جديا في قبول المسيح، ولكن هل تشير علي أن أنتظر حتى أنتهي من دراسة الكتاب المقدس؟ احنا بنشكر ربنا الاول من اجل الحقيقه الجوابات دي والكلام ده كله بينعش قلبي وبيوريني الثمر المتكاثر. قد ايه بفرح ان انسان اتعرف على المسيح وتقابل وياه وغير طريقه وغير افكاره. ده عمل نعمه الله مش عمل انسان. احنا بنتكلم هنا على الهوى، لكن مين اللي بيرافق الكلمات بمسحه مقدسه وبيلمس بيها القلوب وبيغير النفس من جوه؟ انا بأهنئ اخي الحبيب على هذه المشاعر الطيبة والاستفادات وبقول له لا، ما تستناش لما تدرس حاجة، ربنا موجود دلوقتي وهو اللي حيساعدك علشان خاطر تعرف. نعم. فانت سلم قلبك للرب دلوقتي، قول له يا رب انا بفتح قلبي ليك، بقول لك اتفضل وحل فيا، املى كياني بحضورك، نور ذهني، غير قلبي، ارشدني، عرفني المستور اللي انا ما بعرفوش. وزي ما تعاملت مع هؤلاء الناس جميعا اتعامل معي يا رب. الان انا اسلمك قلبي، اسلمك حياتي، برجوك انك انت تستلم كل مالي. انت قلت انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وأنا بفتح لك قلبي يا رب دلوقتي عشان تدخل وتنورني وتنور طريقي وتمتعني بخلاصك. اغفر خطاياي، امحو آثامي، قدس حياتي، استلمني وامسكني بيميني وقدني في طريقك. والرب اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم سيقبلك فورا ويعطيك نعمة في الحال. آمين. أمين. شكرا. لدي هنا رسالة أخرى أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي للجميع، وبال
كل المشرفين على قناة الحياة. حقيقة أنا لست من متتبعي قناة الحياة لكني من المدمنين عليها، فأنا معجب بها كثيرا، لأن لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتي، والفضل يرجع إلى السيد الفاضل قمص زكريا بطرس. فضل ربنا. تحياتي وسلامي وتشكراتي له، وأتمنى لو أتيحت لي الفرصة أن أتكلم معه هاتفيا. لقد أكد معتقدي، وبعد هذا لدي أسئلة عالقة وأتمنى أن يجيبني عليها، وأتمنى أن أسمع الأجوبة على قناة الحياة. السؤال الأول: بما أنكم تعترفون بالقرآن أنه كتابا من عند الله، فما قولكم في قوله تعالى سورة آل عمران الآية رقم 84: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ وأيضا قوله تعالى في نفس السورة رقم 18: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أوكي، يعني عايز رد على الإجابة دي لو سمحت. آية 84 18 بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا مش مظبوط. أنت هي بتقول إيه؟ إن أنا عندي آية 18 إن الدين عند الله الإسلام. لا ده هنا آية 19 في المصحف العثماني 19، بس أنا في المصحف اللي عندي تختلف. المصحف ورش مصحف ورش بتاع شمال أفريقيا. يبقى لازم الأخ ده من شمال أفريقيا يبدو، ما أعرف. هذا جاي من إيطاليا في الواقع. إيطاليا برضه يبقى من شمال أفريقيا، لأن الأرقام بس. شفت يعني الواحد يتبع إيه؟ أنه قرآن. هنا 18 وهنا 19. طب الآية الثانية آية 84 بتقول إيه؟ بتقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا، كيف لا؟ 84 يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. آية 85 بقى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا لأول مرة في حياتي بشوف القرآن يختلف عن قرآن آخر. واللي يعيش ما يشوف. بصريح العبارة عليها علامة استفهام كبيرة. إحنا بنتساءل، عارف جايز يكون عند الأحباء علماء الإسلام حل، واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنطرح هذه الأمور برضو. نعم، لعل فيها حلول. نعم، إزاي دي؟ طب في اللوح المحفوظ كانت مكتوبة بقى 18 ولا 19؟ وفي اللوح المحفوظ كانت 84 ولا 85؟ الله أعلم، مش كده؟ أو ربنا عايز كده. المهم خلينا في الكلام الإيه المظبوط، نرد على الكلام ده. بقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. وبعدين في 85 خليني ماشي بالعثماني عشان ده بتاع بلدنا العثماني. نعم، أيوة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هنا الدين الإسلام عند الله الإسلام، يعني نسخ للأديان السابقة، رفض للأشياء، إلغاء، رفض كامل. راح في حين إنه هو نفسه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم وإنهم لا يحزنون. هنا في تناقض. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت في شك منه، ده هو حلف نفسه. نعم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم، فإذا يحصل نسخ للأديان كده بجرة ألم. مش معقول يعني ربنا اللي حط الأديان دي ينسخها. ده المسيحية مش اليهودية، ده السيد المسيح جه قال لم آتي لأنقض بل لأكمل. طيب ماذا أكمل الإسلام لليهودية والمسيحية أو للتوراة والإنجيل؟ ما هو بمعنى واضح، ما هو الجديد الذي أتى به الإسلام لينسخ
المسيحية واليهودية. إيه الجديد؟ نعم. عين بعين وسن بسن. أنا ده مجرد تساؤل. يعني ما حدش يخضع لأنه تجريح. نعم. ده تساؤل. والعقل لازم يفكر. إيه الجديد؟ عين بعين وسن بسن. طب ما دي كانت عند اليهودية. بالك؟ المسيح جه وقال من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. سابها ورجع لعين بعين وسن بسن. المسيح جه وقال امرأة واحدة لرجل واحد ومن يتزوج بمطلقة يزني أو يجعلها تزني. جه محمد بالعودة إلى تعدد الزوجات. تعدد الزوجات في العهد القديم كان ما كانش فيه نعمة تشبع الإنسان وترفعه لفوق وتتسامى به إلى الروحانيات، لأنه ما كانش فيه لسه نعمة، لأن المسيح ما كانش اتصلب بعد عشان تعطى نعمة للبشر. ماذا تقصد؟ عداوة. ماذا تقصد في النعمة؟ النعمة هي عطية إلهية مجانية تساعد الإنسان على أنه يعيش بحسب مطالب الله ويرضى الله. كانت موجودة في العهد القديم، فداهم شريعة على قدهم، لكن لما جاء المسيح وإدى شريعة الكمال. نعم. يأتي أحد بعد المسيح علشان خاطر يرجع التاريخ كله لورا. ده زي رئيس جمهورية لما يجي يقول ايه احنا هنعمل جمهورية جديدة، فكل الشعب حتى اللي واخدين دكتوراهات لازم يرجعوا الى ابتدائي من اول وجديد. يا عم ابتدائي ليه؟ دول خدوا دراسات عليا. قالت لا، ما دي كل شيء جديد، دي شريعة جديدة. بالتأكيد الوضع ما يستقيمش. انت اديني ما هو اكثر لكن مش ما هو اقل، واخد بالك؟ فإزاي ينسخ الأديان بجرة ألم؟ نعم. ما تتنسخش. إن الدين عند الله الإسلام، هات لي فيه جديد يزيد عن المسيحية. نعم. وأنا أشوف الجديد ده صح ولا لا. هو ده اللي احنا بننادي بيه. وطبعا احنا منتظرين رأي أئمة الإسلام يقولوا لنا فكرهم ورأيهم عن هذا الموضوع. إيه الجديد الذي أتى به الإسلام عشان نقدر نشوفه. نعم. في حين أن السيد المسيح أنا برضو لا أقصد تجريح، نعم، لكن بقصد بنطرح أمور بمنتهى الصراحة على بساط البحث. نعم. قالها صريحة: سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثيرون فاحترزوا منهم. أحترز إزاي؟ شوف، امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله أم لا. فامتحنها إزاي الأرواح؟ الكلام ده بيتمشى مع قداسة الله، الكلام ده بيتمشى مع أمانة الله، الكلام ده بيتمشى مع محبة الله. ما الله لها كاملة مطلقة. فأي دين تمسكه تقيسه بمقاييس الله الكاملة. الذي يتمشى مع مقاييس الله، شكرا، يبقى هو ده فعلا دين من عند الله. إن كان بيتعارض مع مقياس القداسة، المحبة، السلام، البذل، التضحية، التواضع، علامات استفهام كبيرة أوي. وعلامات استفهام خطيرة جدا. وردنا أحد الأسئلة يقول: كلمني أحد الأصدقاء أنه أنا كإنسان ميت بانفصالي عن الله بخطيئتي، فكيف يكون لي علاقة مع الله وأنا ميت روحيا بخطيئتي؟ تمام، ده سؤال جميل أوي. نعم. السيد المسيح بيقول وأنتم، الكتاب المقدس بيقول وأنتم أموات بالذنوب والخطايا. نعم. أحياكم مع الله. المسيح جه عشان يقومنا من الخطية. نعم. بيقول تأتي ساحة وهي الآن، ساعة. نعم. وهي الآن حين أموات صوت ابن الإنسان والسامعون يحيى. نعم. إنسان ميت بالخطية، صوت ربنا بيحييه. صوت ربنا من خلال البرنامج. نعم. بيقول له أنا بحبك، أنا جاي ومت علشانك، المسيح مات علشانه عشان يغفر خطاياه، فأنا بحبك، فهل تقبلني؟ إذا الإنسان تجاوب مع هذا الصوت يصير فيه حياة. نعم. وإذا رفض هذا الصوت يظل في الموت، يبقى في الموت. فالسؤال هنا مش أنت ميت ولا حي، أنت عايز تحيا ولا لا؟ أنت عايز تكون لك حياة جديدة ولا لا؟ نعم. ونحن أموات بالذنوب والخطايا أحيانا معه. نعم. فإذا قابل الحياة تحيا بها،
اقبل النعمة تحيا بها. يعني الإنسان اللي بيختنق لعدم وجود أكسجين، مش مشكلة أنه بيختنق، مشكلة أنه في جهاز أكسجين ممكن يديله الأكسجين، هيقبله ولا هيرفضه؟ نعم. يقبل أكسجين ياخد حياة أكيد، يرفض الأكسجين انتهت الحياة. نعم. المسيح هو الأكسجين اللي بيديني حياة. فهل تقبل المسيح عشان يعطيك حياة؟ كيف أحصل على هذه الحياة؟ تقول له، هو جه موفر العملية، قال أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نعم. مجرد أن أنا أقول له تفضل يا رب أنا فتح لك قلبي، تفضل يا رب خش حياتي. أنا عملت كده في يوم من الأيام، وعلى ما أعتقد أنك أنت عملت كده. نعم. وكل إنسان مؤمن تغير، حصل تيرنينج بوينت في حياته، أي نقطة تحول، نقطة تحول في حياته كان بسبب أنه هو قبل المسيح فتغيرت حياته كلية. نعم نعم. كلمة أخيرة في الدقيقة الباقية كيما ننهي البرنامج، هل لديك أي شيء آخر أن تضيفه؟ أنا بتمنى وبصلي من قلبي أن أي واحد النهاردة سامع البرنامج ده، ما جاش البرنامج عبثا، ما جاش البرنامج هبهزرت، لكن جاء البرنامج لأن الله دعاه، قال له تعالى شوف أنا هكلمك، لأن اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أرجوك وانت قاعد دلوقتي في البرنامج ارفع قلبك لله، قل له رب انت جبتني النهاردة وبتسمعني الكلام ده، أرجوك يا رب انت لك هدف من هذا الكلام، أنا بفتح لك وداني، بفتح لك ذهني، بفتح لك قلبي، تعال حل فيا وغيرني تغيير كامل، أعطيني حياة بدل الموت. أمين. ثق أنه بيحبك، مستعد يستجيب. شكرا شكرا جزيلا. عفوا. أعزائي المشاهدين، قال المسيح أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الألف والياء، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم، ويسرنا أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا.